أسعد الله صباحكم ومتابعينا في المملكة العربية السعودية، أهلا بكم لنشرة الأحوال الجوية. إذن الأجواء مغبرة في العديد من مناطق المملكة، وارتفاع لافت في نسب الغبار ترافق ذلك أيضا مع انخفاض وتراجع واضح في درجات الحرارة عما كانت عليه طبعا خلال يوم أمس. يستمر توغل هذا الهواء البارد أكثر إلى الجنوب، وبالتالي انتقال الغبار إلى مناطق أكثر جنوبا خلال الساعات القادمة. اليوم في العاصمة الرياض كحد أقصى تصل درجة الحرارة 26 درجة مئوية مع أتربة مثارة وبقايا للموجات الغبارية تستمر أيضا بسبب نشاط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية. نهار هذا اليوم يتوقع أن يستمر توغل الهواء البارد كما ذكرت نحو المنطقة الجنوبية، ليصل مناطق مثل وادي الدواسر، الإحساء حتى شرقا وأيضا حتى غربا باتجاه المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. يترافق ذلك أيضا مع المزيد من الموجات الغبارية وانتشارها إلى تلك المناطق بمشيئة الله تعالى. هذه ميزة الأجواء سواء نهار هذا اليوم أو في ساعات الليلة القادمة. دعونا نتعرف الآن على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأ من المناطق الشمالية، إذا في عموم المناطق الشمالية العظمى متوقع اليوم 21 درجة مئوية، الصغرى الليلة القادمة حوالي 10 إلى 11 درجة مئوية مع أجواء مشمسة، عدا منطقة عرعر التي قد تكون ما زالت بها بعض الأتربة المثارة بسبب نشاط في سرعة الرياح. غرب المملكة 27 إلى 16 في المدينة، 26 إلى 24 في جدة، 32 إلى 23 في مكة المكرمة، و25 إلى 16 في الطائف. نلاحظ اليوم ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجنوبية الغربية ما زالت 19 و23 في أبها والباحة، لكن تراجع لافت في درجات الحرارة في ساعات الليل وانقلاب إلى أجواء مغبرة، 13 الصغرى في أبها و12 في الباحة، جازان 32 إلى 25 درجة مئوية. شرقا في الإحساء اليوم 27 والصغرى 15 وأجواء أيضا مغبرة بعض الشيء، 25 18 مع أجواء أيضا مغبرة في الدمام ونشاط واضح في سرعة الرياح، بقايا الموجة الغبارية أيضا في حفر الباطن من 22 إلى 12 درجة مئوية. ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى، في العاصمة الرياض 26 إلى 15 وفي بريدة من 22 إلى 11، أما في حائل من 18 درجة مئوية في ساعة النهار، لكن نلاحظ 7 درجات مئوية في ساعة الليل، وبالتالي الطقس يميل للبرودة في ساعات الليل. قبل الختام أجدد مرة أخرى تنبيه الأخوة السائقين من التدني لدرجة الأفقية بسبب هذه الموجات الغبارية أثناء المسير على الطرقات خاصة الخارجية، كما أدعو الجميع إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحرص والحذر من ارتفاع مستويات ونسب الغبار في بعض المناطق في هذه الأجواء وفي هذه الليلة. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.